أهلا مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ أنا اليوم بدي أشرح solve exercise ب page 62 لل grade 7 biology. طبعا هون هذا واحد من التمارين المحلولة، حللنا إياهم هن بالكتاب، كتاب الدولي طبعا، وححكيهم أنا بطريقة كتير بسيطة، طريقة بالعربي حتى تلي يقدر يفهمها الواحد لو كان طالب من جميع المستويات. بداية هون إذا بتلاحظوا حطينا عملوا an experimental setup. حاطين إذا بتلاحظوا هون دايما نحنا بنشوف مش setup اللي عملوا فيها الاكسبرمنت، أول شيء بنشوف الكنترول 1. الكنترول هي اللي بتكون فاضية، يعني هي اللي ما حتعطينا نتيجة مثل ما نحنا متوقعين. لاحظوا كيف هون الكنترول part of the experiment حاطين هون empty jar، حاطين مسكرينه طبعا بستوبر، وحاطين تيوب ووصلينه على colored water. اذا بتلاحظوا هذا التيوب تح صح كلها مسكره بس موصول على colored water، فالميات هون كلياتهم معبيين هذا المستوى لهون، واصل المي الملونه، وهون حاطين شبك بقلبه لل او سياج هيك بيقدر يكون مفصول عن اللي تحت بقلب الجار. وبعدين تحت الجار حاطين كلير لايم ووتر، كلير يعني كالرلس يعني ترانسبيرنت، شفاف لون مثل لون المي. وهذا لايم ووتر قلنا لشو بدنا نستعمله؟ نستعمله لنكتشف اذا في كربون دايوكسيد او لا. طبعا الكربون دايوكسيد اللي هو الغاز اللي بنتنفسه اللي من ظهره من جسمنا از ويست برودكت، غاز ثاني اكسيد الكربون، لما بيختلط باللايم ووتر بيعملوا لون ابيض. اوكي، هذه درسناها بالدرس، واللي مش اخذ باله مش دارسها يحطها هيدا معلومه عنده. لايم ووتر لما بيكون كالرلس بيجتمع مع الكربون دايوكسيد بيصير، بس ينخلط مع الكربون دايوكسيد بيصير لونه ابيض. شوف هون on the other side استعملوا نفس الجار، هي ذاتها يعني كانه هاي بدايه الاكسبيرمنت اول ما بلشها، وهون بعد شوي لما بدي يبدأ بالتجربة شو صار هون. إذا بتلاحظوا هون نفس الشي استعمل، بس وضع هون ماوس، حط هون فارة، and the mouse spends 20 minutes in the jar. هو قضت وقت 20 دقيقة الفارة بقلب هيدا الجار نفسه، نفس اللي كان هون. شو لاحظنا تغيير هون؟ لاحظنا شغلتين تغير. شو هن؟ اول شيء تربد لايم ووتر، يعني لايم ووتر صار لونهم ابيض، بطلوا شفافين مثل المي. تاني شغله عافاكم هيدا، لاحظ كيف المي الملونه طلعت بالتيوب. شو يعني طلعت بالتيوب؟ يعني معناتها وكانه انسحبت المي، شفطتها الاجواء اللي بتكون هون بقلب الجار. ليه؟ لانه الماوس لما اخذت الاكسجين وتنفسته اللي موجودين بالهواء اللي موجود بقلب الجار طلعت بداله كربون دايوكسيد. قام الكربون دايوكسيد بدل ما يعدل كميه الغازز اللي موجودين هون راح واختلط وداب مع اللايم ووتر. لما داب مع اللايم ووتر صار في هون مطرح فارغ كان مفروض يكون معبيته الكربون دايوكسيد. هيدا الفراغ خلى الهواء يلي بقلب هيدا التيوب ينشفط، لما انشفط طلعوا الميات الملونين. اوكي، انا عم بشرحهم هيك لانه كرمال احنا نفهم شو كان بدهم هن. فليكو اول سؤال قال هون what gas made the lime water turbid، شو هو اللي كان الغاز اللي بيخلي اللايم ووتر بيكون بلش يصير turbid، يعني يصير لونه هيك ملكي او مثل ملك او ابيض؟ الجواب شو حيكون؟ The gas that makes lime water turbid is carbon dioxide CO2 يعني. اوكي، قام شو قلنا بالسؤال الثاني؟ قال indicate the origin of this gas، من وين جاي هذا الغاز يعني، وjustify the answer. الجواب حيكون، لاني طبعا انا ما عم جيبهم عندي الاجابات، عم يكونوا هون موجودين هون بهذا البارت الاخضر. هاي اللي هون The mouse respires، كانت الفارة عم تتنفس. The mouse respires in one
يعني بهذه الصورة 1 هاي، لأنه هذا ال 1 هون. اوكي اند اكسكريتس كربون دايوكسيد، يعني عم طلع كربون دايوكسيد which makes lime water turbid، وهذا الشيء خلى اللايم ووتر يصير مخفوق هيك او هيك لونه ابيض. while in 2 اللي هي هذه الفاضيه كنترول 1 اللي مسميينها، شو صاير هون ان 2؟ there is no mouse and the lime water remains clear. فلا طالما ما في ماوس يعني اصلا لايم ووتر حيضل ابيض، حيضل كلير يعني شفاف. Why did the level of colored water rise in one؟ قال ليش عالي هذا المستوى تاع المية الملونة في ال set up one؟ فيكو كيف؟ الجواب عم يكون the mouse respires it takes oxygen from the air and releases carbon dioxide which is absorbed by the lime water. هذا اللي شرحته أنا هلا بشوي. This causes a decrease in the volume of air which provokes the rise of colors water in the tube. اوكي نفس اللي انا بطريقه اللي شرحتها بطريقه ثانيه هذا بس. هلا ليك شو سائلين بالبارت دي، انتبهوا لهم هذول ورجعوا عيدوا الفيديو اذا في حال في شغلات ما فهمتوها. Is it wise to proceed with the experiment any further when the animal appears excited؟ قال فينا نعيد هذا الاكسبيرمنت مثلا وبس لما تكون الانيمال او هذا الماوس اكسايتد، يعني عم تنط مثلا عم تعمل اكسرسايزنج. وجستيفاي ذا انسر، شو برايكم احنا فينا نعيد الاكسبيرمنت بس بيكون الماوس هي وعم تعمل اكسرسايز عم تنطنط او هيك او حتى لدولاب تركض فيه؟ طبعا لا، فهي شو بتكون عم تتنفس اكثر ولا اقل؟ صح بتتنفس اكتر، يعني مفروض بتعلى الميات الملونين اكتر وبتلون اللايم ووتر مور وايت كولر. اوكي طبعا الاجابة شو حاطين هون، اوكي حيطلع هدول اكتر من هدول، بس طبعا بصير ممكن يخلص الوقت، لما بيخلص الوقت تعول يخلص الكربون دايوكسيد يمكن تموت الفارة لانه بيكون خلص الاكسجين اللي موجود بقلب الجار. فاذا فينا نجاوب مثلا no the mouse has consumed the oxygen of the air، يعني الماوس حتستعملهم كل الاكسجين اللي موجودين بقلب الهواء بقى اللي جوات الجار. the jar is closed لانه مسكر هذه الجار. the air is not renewed فما عم يتجدد الهواء. the mouse may die of asphyxia. وقال بالنهاية هيك ساعتها الفارة حتموت اختناقا. اسفكسيا يعني اسفكسيا يعني اختناق، تختنق الفارة. اوكي هيدا انا ما حكتر عليكم اليوم، انا بس بدي تفهموا اللي صار بهذا الاكسرسايز، ما حزيد ولا فكرة زيادة. وهذا كل شيء لليوم، ما تنسوا اعملوا لايك شير اند سبسكرايب كرمال دايما يجيكم كل شيء جديد. هيدا ببيج 62 من كتاب الدولة. والله يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.